بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم مساعدة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، نرحب بضيف الجامعة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الدراسات العليا في الفقه المقارن والأنظمة والحقوق. ومعالي الشيخ قامة علمية ودعوية معروفة على مستوى المملكة وفي العالم، وتأتي هذه الفعالية في ضوء الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الجامعة منذ وقت مبكر بدعم وتوجيه مباشر من سعادة مدير الجامعة في ضوء تطلعات القيادة وولاة الأمر وتوجيهات معالي وزير التعليم في البرامج والأنشطة التي تعنى بالوعي الفكري وتعزيز فكر الاعتدال والتسامح ونبذ العمق والغلو والتطرف البعيد عن تعليم ديننا الحريف وثقافتنا وتوجيهات ديننا. وتأتي هذه المحاضرة تحت عنوان مكافحة الشائعات في منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، ومدى أهمية مكافحتها في تحقيق وتعزيز السلم الوطني واللحمة الوطنية. يتفضل معالي الشيخ، مشكور لإلقاء هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر معالي مدير الجامعة والإخوة الذين أتاحوا لي فرصة زيارة هذا المعقل العظيم من معاقل العلم والمصنع الكبير من مصانع رجال المستقبل، وأسأل الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يجعل عملهم مسدداً ومباركاً. أحبتي في الله، ما من عصر من العصور إلا ويبتلى أهله بالشائعات، لأنها بضاعة الشيطان، والشيطان وضع جهده منذ أن خرج من الجنة أن يغوي بني آدم وأن يخوفهم وأن يحزنهم. هو يريد أن يعيشوا في ضلال وفي خوف وفي حزن، وإذا لم يستطع أن يحزنهم في اليقظة فإنه يحزنهم أو يجلب عليهم بخيله في النوم فيحزنهم. والإشاعات هي بضاعته التي يقلق بها الناس بني آدم، سواء من أولياء الشياطين أو من أولياء الرحمن. فالشائعات بضاعة الشيطان منذ القدم، والشيطان يقول لرب العالمين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. أحبتي في الله، في هذا العصر، عصر الإعلام الجديد الرقمي الشبكي الذي أصبح العالم فيه كأنهم في مدينة واحدة، ازداد انتشار الإشاعة وأصبح إطلاقها يعني انتشارها في العالم كله،
بواسطة هذه الأجهزة التي هي في أصلها نعمة، ولكن الإنسان الضال يستعملها نقمة على نفسه وعلى غيره. فابتلي الناس وابتلي المسلمون مع نعمة الإعلام الجديد الذي أصبح الكون فيه مجالا للتواصل بين الناس، أصبحت الإشاعة تجد مجالا رحبا لأن تنتشر. والإشاعة قسمان: قسم صالح نافع وقسم ضار. والشيطان وأولياؤه الذين يخدمونه إنما يشتغلون في المضرة، وأما إشاعة ما ينفع فإنهم يتركونه لأخيار الناس. فليست الإشاعة كلها سيئة، لا، هناك إشاعات جيدة وينبغي أن تشاع وأن تعلن وأن يعرف بها الناس، لكن هذه عندما تنسبها إلى الإشاعات الموجودة في الساحة تجد أنها قليل. نذكر بعض الإشاعات التي تؤثر وقد تكون صادرة عن إرادة الضرر، وقد تكون صادرة عن العفوية. نضرب على ذلك مثال بسيط، يعني يشاع، قال لي، جاء أحد يسألني يقول: زوجتي الآن ما تجلس في البيت، إذا رحت للعمل أوديها عند أمها وأرجعها ليه؟ قال لي: أنها قرأت في الواتساب إن فيه ناس إذا جاءوا في وسط النهار يقفزون على البيوت، ها، وقالت خلاص والله ما عاد أجلس في البيت، ها. هذه من ضمن الإشاعات. وهناك شاب آخر أطلق إشاعة في جماعته صدت كثيرا منهم عن مواصلة دراسته، جاء من بريطانيا مع الشهادة ولا حصل وظيفة، وكان في كل مجلس يقول: لا تدرسون ولا تتعبون، حنا رحنا وتعبنا وجينا وجينا ولا حصلنا وظيفة. طيب وأنت يمكن أنك محروم رزقك، ويمكن أنك يعني تعليمك تعبان، يمكن وصولك التعليم الشهادة الجامعية أنها تعبانة، يمكن، لماذا تمنع الناس؟ لماذا؟ لكن أشاع هذا في جماعة حتى حرم كثير منهم، ومنهم إخوانه، أن يواصلوا بسبب هذه الإشاعة التي أطلقها. ترى ما في وظائف ولا أنتم حاصلين شيء وأحسن لكم. فالإشاعات مثل هذه قد تكون صادرة من عفوية، لكن ما يقدرون وش يترتب عليها من المضرة التي تلحق بالناس. أصل الإشاعة في المجتمع الإسلامي التي أضرت به كانت من المنافقين، والمنافقون هم أهل الإشاعات الذين يريدون أن يوهنوا الأمة. يقول الله فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يفقونكم الفتنة. وش بعدها؟ مهم جدا اللي بعدها: وفيكم سماعون لهم. بعض الناس كل ما قيل له صدقه، وهذا هو الذي تنتشر فيه الإشاعة وتؤثر فيه. والله تعالى سمى أهل الإشاعات المرجفون، فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ها، والمرجفون في المدينة. المرجفون في المدينة الذين يخوفون الناس: ستأتيكم جنود، أنتم تحسبون قتال بني الأصفر مثل قتال العرب،
أنتم تظنون كذا. وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن مثل ما قلت لكم الإشاعة بضاعة إبليس، والذين يثيرون الإشاعات الآن في المسلمين بعضهم يخدم العدو وهو لا يعلم، وبعضهم يخدمه وهو يعلم، وإنما يتضرر الناس من هذا المغفل الذي يخدم العدو وهو لا يعلم. هذه يعني هؤلاء أضرب لكم أمثلة منهم. بعض الناس أنتم تعرفون نحن مستهدفون الآن مثلا في هذا البلد في المخدرات، إيران تشتغل علينا من ناحيتين، من ناحية اليمن ومن ناحية حزب الله في الشمال، يبيعون المخدرات ويضعون فيها السموم. الذين يروجون لها ويثيرون الإشاعات حولها صنفين: الصنف المغفل، بعض الناس الصالحين يا أخي يفسدوا الناس، والله لو تروح تدخل للسوق الفلاني تلقاهم يبيعون مخدرات، تحصل يسمعونها الشباب يروحون يدورون ها في السوق الفلاني. هذا من الذين يشيعون الفاحشة. وفي صنف آخر لا، يشيع بين الناس ويقول لهم ترى سذا وترى فيه مخدرات سذا وترى فيه سذا. هذه من كل هذه خدمة للعدو، هذه خدمة للعدو. مثل آية بعض الناس الآن يجلس يمدح الأعداء مثلا الآن وهو لا يشعر، والله الجيش الفلاني والله يا أخي شجعان يجون يقفزون ولا يخافون ويعملون كذا. أنت حين تسوق لهم يا أخي ما في أشجع من أبناء هذا البلد إذا امتلأت قلوبهم عقيدة، والله ما فيهم اللي دوق العالم. فأنت تروح تنشر مثل هذا الكلام وتشيعه، هذه إشاعات تخدم الأعداء وأنت لا تعلم، أو أنك تعلم وحينئذ تكون من ضمن هؤلاء الأعداء. لهذا أحبتي في الله من أسوأ ما يمر على العاقل أن يشارك عدوه في التخطيط للنيل من نفسه، يعطي عدوه الفرصة. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وتتجلى في الإشاعات. الإشاعات يا إخواني تدخل الآن في علم الحروب في الحرب النفسية. الحرب النفسية من أعظم ما يذكيها الإشاعات. عندما يأتي قبل الحرب أخبار تفت في شجاعة الجنود تخوفهم، وهذه من أساليب الأعداء. ولذلك أحبتي في الله ينبغي لنا أن نفطن لهذا. والإشاعات ليست فقط في الحرب، في كل شيء. ونأخذ بعض الأمثلة. بعض الناس الآن إذا جلس ما يمدح المنتجات الوطنية ومن ضمنها الأطباء. أطباء نذر الله ما يعرفون، والله الأطباء في البلد الفلاني والبلد الفلاني. والله يا إخواني عندنا الآن أطباء في القمة في العالم، لكن هي مشكلة حقارة الإنتاج الوطني. بعض الناس عينه بعيدة، مثل عنده ولد عم جايني يوم من الأيام واحد نكتة ذي، كلم أبوي وعمي. قلت وش نقوله؟ قال عمي يقول أبا زوجك، وأبوي يقول والله ما تعرف بنت عمك، ما تعرف إلا بنت عمك. قلت طيب وليش ما تعرف بنت عمك؟ قال والله يا شيخ أنا حاب اللي وحده، وحده مطلقة مرتين وهو بكر ها،
وابوه وعمه جايين يخطبونه ويقول لا ما بي. قلت تبين اتوسط لك؟ قال نعم. قلت الله لا يجزاني خير انت وسطت لك، لكن ليت عمك عندي. يا ولدي ما حصلنا مثل عمك، ولا صادق عمك يقول تعال تزوج، انا بشتري لك بشت، تعال اختك عندي خذ، يقصد بنته. فيا اخواني بعض الناس عندهم الشيء القريب ذا اللي عنده اللي يجي بدون كلفة ولو أنه من أطيب الأشياء ما له قيمة. ها؟ هذا معروف الرصافي له بيت يقول أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغرباء. بس عيون بعيد، الإنتاج الوطني تجده في المجالس دائما هذه من الإشاعات التي تصرف الناس. نجاعات يا إخواني ميدانها كبير جدا، وحقيقة من الأشياء التي تفت في جميع مجالات الدولة، جميع مجالات، يعني في التعليم، في لا 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 الإنتاج الوطني، في الاقتصاد، في الجسمة التدريب العسكري، كله إذا جاءت الإشاعة بمدح الإنتاج الأجنبي والتقليل من الإنتاج الوطني غالبها إشاعات. صحيح قد يوجد، قد يوجد، لكن غالبها إشاعات، إما مبنية على قصور نظر وإما مبنية على خبث. أحبتي في الله، الإشاعات من أعظم ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة الإفك. هذه وقعت في بيت النبوة، أعلى بيت. من الذي قام بها؟ من الذي تولى كبره؟ المنافق، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. موقف المؤمنين منها موقفان، موقف سماع للمنافقين وراح يحكي ما تكلم به المنافقون وقبله وأشاعه، وأنزل الله في حقه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفرقة كبيرة من المؤمنين ردوا هذا ولم يقبلوه، يقول الله فيهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، اسمعوا الفرقة المؤمنة وش يقولون، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. مؤمنون وقفوا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. والآية الثانية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لا ما نظن إلا الخير، يقفون في وجه الإشاعة. الآن يا إخواني كم إشاعة الآن توجه إلى مسؤول أو إلى تاجر أو مدرس أو غيره، قمة، والهدف تحطيمه، الهدف تحطيمه. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعداء رأوا أنه رمز منتج، رمز منتج، فأصبحوا يصنعون عليه الإشاعات لتدميره. نحن نعرف الحمد لله أن المجتمع فيه خير كثير، لكن يقلقنا أن يوجد
في المجتمع مثل ما قال الله وفيكم سماعون لهم. يا أحبابي، رب العالمين قال لمجتمع النبوة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا، لا تصدقون الإشاعات، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قبل 20 سنة جاني واحد في المسجد يبكي: وش فيك؟ قال: يا أخي، فيه مدير جامعة كنت أسبه مع السلاب، وكنت أبغضه، هو مسكين يبغضه لأنه حاج العيد بس، وكان يقال لي عن الشيء كبير. سبحان الله، ويعزمني واحد من أصدقائي عندهم في الحارة وصلي معهم العشاء، قال: واجلس أقرأ ورد شوي. وجلس معي هذا الرجل، قال: لما خرجت، هو ما يعرفه، قال: لما خرجت سألت، قال: هذا فلان مدير الجامعة، هذا فلان يصلي الجامعة، آخر من يظهر المسجد هو اللي طفي النور. يقول، قالها لزميلي: وأنا والله إني جالس أسبه لأني أسمع كلام طلاب ذيك الحين في كلية السماء، كلية التجارة، ظهر تغير اسمها، ها؟ قبل 25 سنة. 25 سنة هنا. يقول كان الطلاب يقولون: هذا سيء، هذا ما يحب المتدينين، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. فما قلت: يا أخي، أنا وش أسوي؟ أروح أستبيح منه؟ قلت: لا لا، استرس على نفسك، ادع له بس. أنت أول تدعي عليه ذحين، ادع له. المشكلة تصديق الإشاعات، تصديق هؤلاء الذين يلقون الكلام، لا ينتبهون لما يقولون، لا يعرفون قول الله تعالى: وإن عليكم لكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. ما يعرفون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أحبابي، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشاعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. في بعض الناس، على في مثل عندنا في نجد، يقولون: من يديب الفلاح من وصاه استراح، حط الفحسية عنده ويشيعها بالحال، ها، مرة ما على طول، ها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، يقول لهؤلاء: لا تكونوا عجلاء، يعني عجلين، مذايع، يذيع كل شيء، بذراء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. لا تكونوا مذايع، الذي تسمع لابد أن تجري فيه. هل يجوز نقله ولا ما يجوز نقله؟ هل من المصلحة نقله ولا من المصلحة، ها، أنك ما تنقله؟ لأنك ربما تخدم عدوك بنقله. يا أحبابي، بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم. مجاهدة الإشاعة باللسان، إن الإنسان مثل ما ذكر الله عن الذين سمعوا الإفك: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. مشكلتنا في هذا العصر، عصر الإعلام الجديد، أن الرويبضة بدأ يحسي. أول قديما، يعني قبل 20 سنة أو من اللي يصل للإذاعة ولا الصحف يكتب؟ ما هم ما بي مجال.
ذا الحين وانت من ستعن على فراشك ما تسوى لك هللة تستطيع تدخل وتسب من تشاء من الناس. فهذا الإعلام الجديد هو اللي طول ألسنة الناس، وهو الذي جعل بعضهم يستطيل. والحمد لله يا إخواني، الآن الدول جميعا بدأت تنتبه لهذا، لأنها ذاقت منها الأمرين وبدأت تضع الأنظمة للجرائم المعلوماتية، وبدأت الملاحقات الآن تلاحق هؤلاء الذين يتسلطون على الناس. ونحن نعرف يا إخواني أن أرحم الراحمين الذي هو رؤوف بعباده شرع الحدود والتعازير لمصلحة الناس، لأن من لم يقومه القرآن والسنة النبوية تقومه العقوبات الشرعية. ولهذا أذهر عن عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الحمد لله الأمور الآن تحسنت، وبدأ كثير من الذين يتطاولون على الناس يقصرون ويعلمون أن وراءهم مساءلة وأن وراءهم حقوق. لكن عندنا الآن أناس يدخلون من خارج ويستكتبون. أنا يا إخواني قبل 15 سنة وشيع في الإنترنت أول ما بدأ إشاعة، فذهبنا نسأل بعض الإخوان في وزارة الداخلية فقالوا لنا إن دولة إيران مجندة جيش على الإنترنت يتحدثون بمختلف من هنا ومن ما، ليسوا على نسق واحد. الهدف منهم نشر الإشاعات والفوضى وأن يقل ثقة الناس في علمائهم، يقل ثقة الناس في حكامهم، يقل ثقة الناس في مؤسساتهم، يقل ثقة الناس في تجارهم. كل ما رأوا رمز يمكن أن يكون له أثر أتوا من هنا ومن هنا من أجل أن يسقطوا وأن ينالوا منه. ونحن أحبتي في الله، والله لو عرفنا مثل هذه المكائد ووقفنا لها بالمرصاد أنها لا يعني لا تقوم لها قائمة. لكن مشكلتنا شيء، مشكلتنا بعضنا يلعب عليه الشيطان ويخليه يعتقد أن في نشر هذه الإشاعات أجر، يقول انشر تؤجر. وهذه الحمد لله أنها قلت والحمد لله الناس انتبهوا كثيرا. الأمر الثاني الرتويت اللي يشيعونه أما للتسلية ولا للعلم ولا واحد بس يلا يحطها في جروب وينشرها، هذا أيضا من إشاعة الإشاعة. ومن الذين يخدمون الأعداء، من الذين يقدمون للأعداء مرادهم على طبق. فالإنسان قبل أن ينشر هو مسؤول عن ما ينشر، مسؤول، لأن صاحبك اللي معك في الجروب بيقول فلان قال لنا اليوم، أنت ما قلت الكتب، لكن هو قول، هو يبرمج إلى قول. ولذلك ملك السيئات سيكتبه عليك بأنك قلت كذا ونشرت كذا. فانتبه أخي قبل أن تخدم عدوك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الشيخ خالد كاتب اللي ورايك وجزاه الله خير، صلى الله وسلم بارك على نبي محمد. شكرا الله لكم معالي الشيخ على هذه التوجيهات القيمة والمعلومات الطاقة في هذا الموضوع المهم. هناك مجموعة من الأسئلة التي وردت بخصوص هذه المحاضرة،
من ضمن هذه الأسئلة سؤال يقول: تمر بلادنا بين فترة أخرى بهجمات منظمة في نشر الأخبار المزيفة، ما هو توجيهكم في أمثل الطرق في التعامل مع ذلك؟ نحن يا إخواني نعرف الآن خطط الأعداء، يعني الذي يصدق الآن قناة معادية مثل الجزيرة أو يصدق الذين يكتبون في الإنترنت وهم غير معروفين، أليس هذا يسلم نفسه وأسرته ومن وراءه لعدوه يملي عليهم ما يريد؟ أنت مسؤول عن من وراءك يا إخواني. الآن ما في أسرة الآن إلا وفيها كم جروب، جروب لك أنت وقرابتك، والجروب لزوجتك وقرابتها، وجروب ولدك وزملائه، وجروب فأي شيء تضعه في جروب حقك وش يسوي الولد؟ ينقله جروب زملائه، والزوجة تنقله جروب خواتها وربعها، ثم كل واحد من هؤلاء ينقله. فأنت خلال دقيقة واحدة انتقلت هذه الإشاعة يمكن في 1000 جروب، لأن ما هكذا يجي ويرسل يجي ويرسل. فتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتذكر قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وتذكر قول الله تعالى في المنافقين وفي غيرهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به، سووا لها إذاعة نشر بحال السرعة، وهذا مما يذم عليه المسلم، وهو من خصال أهل النفاق. نعم. هذا السؤال يا شيخ لا تسمع، هذا السؤال يا شيخ يقول: أنت ذكرت زامل الحي بما معناه لا يضرب. ها؟ زامل الحي لا يضرب بما معناه. أي نعم. فيقول أنني ألاحظ أن أكثر الأخطاء تبدأ من الفرق أن الإشاعة تبدأ بتصوير الفرد لموقف أو شيء معين، وتنطلق الإشاعة اللي هو عن خطأ، يعني يقول خطأ موجود في البلدية مثلا. نعم. ويصورها الطالب ويبدأ الإشاعة للتقرير من الشيء اللي له قيمة في الوطن. كان يقول: ما فودي تعلق على من يبدأ بهذه الإشاعة اللي يقول أنه يشوف خطأ ويعرفه. نعم. ولا ينظر للإيجابيات، هذا مفهوم السائل. نعم. ولذلك يا إخواني هؤلاء يجهلون النظام في الإسلام. النظام في الإسلام هو الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولذلك لا يحاسب الإنسان على أخطائه وتنسى حسناته، هذا ليس من منهج الإسلام. وأنا أقول لكم دليلين. الدليل الأول أن حاطب بن أبي بلتعة أخبر قريش بأن الرسول سيسير إليه، وهذه خيانة، الرسول لا يقول لا تعلمون عاد، فأخبرهم. فلما جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل علي والمقداد والزبير وجاءوا بالخطاب من المرأة التي كانت قد سافرت إلى مكة، أتوا أدركوها في روضة قاء وأخذوا منها، وجاء قرأها الرسول، نادى لماذا؟ اعتذر، قال: والله أنا ما لي أحد في المدينة، وأنا عارف إن الله ناصرك ناصرك، وأنا أريد أن أتخذ عندهم يد. فعمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا خائن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هذا قد حضر بدر، والله تعالى اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما نسي إخواني جميعا. ولذلك نحن نلوم إخواننا الآن الذين يدخلون المستشفيات أو يزورون البلديات أو غيرها، يجول المسؤولين
يعني بذلوا جهود كبيرة ثم يقع منهم على خطأ فيشهرون بهم، هذا لا يجوز يا إخواني. وأنا أدعو أن يعمل لهؤلاء أدب، وأنا علمت أنه وضع لهم يعني نظام، لأن إشاعة مثل هذا الشيء فيه مضرة شخصية لهذا الشخص الذي ربما أنه غلط، ربما أنه وقع في خطأ. وقد رأينا أيضا بعضها كذب، بعضها كذب يعني هي شيئا في الأنفس. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن التقييم ليس لهذا، التقييم ينبغي أن تكون لجهات التقييم. وإذا كان هذا الرجل ناصح يأخذه ويذهب لمدير البلدية ويقول خذ تفضل، أما أن ينشره على ملايين الناس ويصل إلى أعداء هذه البلاد، وربما تجده أنت في موقع لأعداء هذا البلاد ينشرون يقول شف هذا موجود عندكم، يستدلون به. هذا يا إخواني خدمة يقوم بها أبناؤنا لأعدائنا، والسبب التغفيل. نعم. يقول: هل إعادة نشر الشائعة في وسائل التواصل مع كتابة منقول يعفي الناقل من المسؤولية؟ لا، ما يعفيه، لأن المتلقي ربما أنه ما يقرأ منقول، وربما ما يفهم منقول، وربما يطول العمر المتلقي يكون في نفسه شيء. بعض الناس الآن عندهم يعني، أنت لو تشوف الناس الآن تجد مثلا هذا يحب نقد التجار، تجده أي شيء عن تجار. هذا يحب أساتذة الجامعة لأنه قدم في الجامعة ولا قبل، فيحب نقدهم. هذا يحب نقد العسكر لأنهم سووا له حاجة خطأ وعاقبوه وكذا. فتجد كثيرا من الناس يتصيد مثل هذه الأمور. فكلمة منقول ما لا تعفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع. يحدث من؟ اثنين ثلاثة. هذا الذي يدخل الآن الإعلام الجديد يحدث ملايين. نعم. يقول: هل تناقل الشائعات أو كيف يؤثر تناقل الشائعات على أمن الوطن واستقراره؟ ما في الشك يا إخواني أنه يؤثر على أمن الأفراد وعلى أمن العموم. فإشاعة مثل هذه الأعمال يعني تترك الناس، مثل واحد من الشباب سرزت سيارته وراح لمركز الشرطة مذعور، وقالوا له: يا ابن الحلال هون نفسك، أنت رقم 11 اليوم جاينا. رجع يقول: خلاص أنا رقم 11 مع أني بقايل شيء. هذه مثل الإشاعة ذي يا إخواني التي أطلقها هو أو أطلقها العسكري، هذا تخلي الناس الآن يستسلمون للصوص، ولا عاد يشتكون ولا عاد يبلغون، وكل الإنسان خلاص يخاف ويسكت. فمثل هذه الإشاعات لا يجوز إطلاقها حتى ولو كانت صحيحة. لو أن العسكري اللي قال لك أنت رقم 11 مثلا، لو قال أنت رقم 11 لو أنه صادق ما يجوز تقول أنت، قال أنا راح رقم 11 وبلغك لو أني رقم 100، سجل البلاغ عن مجهول. ربما إن شاء الله أنه ينكشف هذا الأمر، ما بالناس يستسلمون. نعم. يقول: هل يستوي الحكم في نقل الشائعات فيما يخص المسؤول والشخصية العامة وبين الفرد من عامة الناس؟ كل إشاعة لها تأثير، والكذب دائما الإشاعة الكذب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فهمتم؟ فبعض الإشاعات، أنا أضرب لكم ثلاث أمثلة على الإشاعات. يوم من الأيام قبل مدة جانا واحد في المسجد قال: السلام عليكم بعد ما صلينا، تراهم يوزعون أراضي في مرت الرياض.
تراهم لازم يقدمون. أصبح الصبح الجماعة ومكلمنا العشاء، كل الجماعة راحوا بمعارض خلوا أعمالهم وراحوا لمرة الرياض يقدمون. هذا كذب يا أخي. كم واحد أشعت، لأن هل يسمعوك في المسجد الآن؟ كل واحد متصل على ولده في مسجد آخر، ترى وأنا أبوك باسل فيها راضي، ترى راحوا الناس، كله كذب، هذا كله كذب، فهمتم؟ لكن هل هذه الأشياء إشاعة مثل إشاعة أخرى مثلا تحكي على مسؤول كبير أو كذا أنه وكذا وأن حاصل عليه كذا، وأن يعني من أشياء المخيفة أو المضرة أو المسيئة إساءة جديدة كثيرة؟ فالإشاعات تختلف، يعني في إشاعة تكلف الناس وتنتهي، يعني هذه الإشاعة الإنسان اللي قال تراها في أمارة الرياضة وفي البلدية أراضي توزع، هذه يا إخواني ما جاء الظهر والساعة 8 إلا والناس عارفين هكذا خلصت راحة ولا لقوا شيء. لكن عندما يشيع أن فلان وفلان سدى، هذه تجلس لها سنين وتسجل، وربما لي يبحث بعد 10 سنين في الإنترنت يحصلها ويعيدها مرة ثانية. فالإشاعات تختلف في مضرتها، ولا يمكن أن نضعها يعني بصورة واحدة أو بعقوبة وأذى واحد. نعم. سؤال أخير، في ظل تعدد منصات التواصل الاجتماعي تنتشر كثير من مقاطع الفيديو والصور الحقيقية ولكنها أخذت من غير إذن أصحابها، فما حكم نشرها؟ لا يجوز يا أخي النشر نشر الكلام عن الناس إلا بإذنهم، ونحن من الذين ذقنا هذا، يعني أنا من يعني يجي واحد ويحاسيك حاسي وبعدين تبسط معه والسؤال ما تدري له ناشرة وأنت لا تتمنى أحد يسمع أبدا، فهذا من الأذى. ولهذا يا إخواني لا يجوز لك أن تؤذي شخصا بغير إذنه. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أخي أنت تقلق الناس، أنت يعني واحد من الإخوان يقول أني أمزح مع واحد وقال لي بزوجك، قلت الله يعينك جاهز، يقول ما دريت ألا أخ راح من يصور كلام ذا وأخته ترسل زوجتي، قوم جيت بالغداء ما حصلته يا بنت الحلال. قالت انت وش تقول لفلان؟ والله انها اسبق مني الخبر، وارسله في الجروب هم واختها ارسلت لزوجته يقول يا بنت الحلال مزح. قالت لا ذا ردح مو مزح، اي ما بدا مزح. تقول للرجال كذا وتقول والله جت عندي مشكله انها جلست عندي 8 يوم، وكل ما انا الحين بعد مده قالت ايه نسيت كلامك لفلان، حيا تنتهي ذا المشكلة. فالتصوير يا إخواني هذا يعني أذى عظيم، والله تعالى توعد المؤذين، وما تدري لعل الذي تؤذيه يدعو عليك، والله تعالى يقول في دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم. الختام نشكر معالي الشيخ على تشريفه للجامعة وتشجعه على الحضور ودعمه لأبنائه من الأكاديميين، ونستأذن معالي الشيخ بهدية متواضعة من الجامعة يقدمها سعادة مدير